خلونا نستقبل عبر الهاتف استاذ صلاح وهب الباحث السياسي. استاذ صلاح اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم وبالسادة المشاهدين. الحقيقة انه بيتم توظيف الملفات اللي موجودة دلوقتي في الدولة المصرية كأي دولة يا دكتور، يعني استاذ صلاح انه ملف له علاقة بمخالفات البناء، ملف له علاقة بالزراعة، ملف له علاقة بالتعليم، دولة كأي دولة في العالم، ولكن دايما ما يتم تحوير هذه الملفات وهذه الأحاديث بشكل آخر، بيتم بثها بقى بمنظور جديد من قبل هذه المنصات، ولو بنتكلم دلوقتي يمكن في خبر محمد علي. رأي حضرتك إيه في هذا المنظور؟ في الحقيقة يا فندم، هو التحركات الأخيرة سواء من محمد علي أو من المنصات الإعلامية الناطقة باسم جماعة الإخوان والممولين ليهم، يعني موضوع قلب الحقائق واستغلال أي موقف ضد الدولة المصرية ومحاولة تسخين الرأي العام المصري أو تسخين الأرض في مصر، هي مش وليدة اللحظة. هي ده الموضوع مستمر بقاله فترة كبيرة جدا، والمقاول الهارب في اسبانيا محمد علي دي مش اول تجربه ليه، او مش اول دعوه للحشد دي. هو دعا في سبتمبر اللي فات لي يعني مظاهرات وحاجات زي كده، والشعب المصري يعني ما استجابش معاه بشكل كامل، وكان في يعني عدم مشاركه في الموضوع. وهو بعديها في 25 يناير الماضي عمل دعوه ثانيه للتظاهر، وبرضه كان في مقاطعه كامله. في تصميم واراده يا استاذ صلاح في المطلب الحقيقه، يعني مع فشله كل مره. فعلا يا فندم، حتى هو بعد يعني بعد اخر دعوه ليه هو اعلن اعتزاله العمل السياسي وقفل الصفحه بتاعته على الفيسبوك، وبالرغم من كده هو رجع الكام شهر الاخرين وبدا في تسويق مجموعه من الشائعات اللي هي اوريدي او هي في المجمل ناطقه باسم جماعه الاخوان المسلمين، وده ليه ارتباطات. هو الموضوع مش مرتبط بمحمد علي فقط، لا ده ليه ارتباطات ثانيه بالازمه الكبيره اللي بتواجه تنظيم الاخوان على المستوى. كنت اسال حضرتك استاذ صلاح، هل لي علاقه بالتمويل؟ يعني انا شخص قلت على الملأ انا اعتزلت العمل السياسي، يعني محمد علي ده اللي قاله في الفيديو الاخير، لماذا عاد مره اخرى بنفس الرسائل التي اصلا فشلت في المرات الاولى؟ هو في جميع الاحوال محمد علي او ايمن نور او عناصر جماعه الاخوان في الخارج كلهم بيحاولوا طرح انفسهم مره اخرى امام الممول القطري والممول التركي. ان في صراع كبير جدا ما بين الاجنحه دي على مين ياخد فلوس اكتر من الثاني، وده اللي ظهر نفسه ما بين شقاقات جماعه الاخوان بينها وبين بعضها، او خلافاتهم ما بين ايمن نور وجماعه الاخوان. ومؤخرا محمد علي دخل معاهم على الموضوع ده بحيث ان هو يسوق نفسه كاحد اوجه تهديد الدوله المصريه، بحيث ان هو ياخد جزء من التمويلات هو الاخر. وده يعني لو هنيجي في الاخر هنيجي نشوفه هنلاقي ان المثلث بتاع ايمن نور محمد علي الاخوان وكادتهم في الخارج بيواجهوا ازمه كبيره جدا، وبيراهنوا قدام الممولين بتوعهم ان هم ممكن يكونوا اداه جديده لصناعه الفوضى في مصر، وده اللي هم فشلوا فيه من 2013 لغايه اللحظه الحاليه. هل النقطه الاساسيه هنا من خلال الاشخاص مش اللي بيديروا وراء الكواليس يا استاذ صلاح، ولكن اللي بيظهروا على الاقل لعرض هذه الشائعات والعرض اللي حضرتك ذكرته، هل الفكره الاساسيه التمويل؟ انا بشد الممول الاكبر هنا. هو التمويل جزء كبير جدا من يعني الفكره الكبيره اللي هي هدم الدوله المصريه او اشاعه الفوضى في مصر. يعني حتى لما نيجي نشوف هم كان الفترة اللي فاتت كان أغلب الكلام على موضوع قانون مخالفات البناء وما صاحبه من حالة جدل مجتمعي في الموضوع ده. النهارده طلع السيد رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي كان ممتاز جدا، وأشار فيه لكل النقاط الخلافية اللي كانت بتهم الرأي العام، وتم إيضاحها وتم يعني فرض مجموعة من الإجراءات المبسطة عشان خاطر نحل الأزمة ديت. وبالرغم من كده الاعلام التركي وقنوات مكملين والجزيره والحاجات دي كلها لم تذكر باي حمل الاحوال او تشير للمؤتمر الخاص بالسيد رئيس مجلس الوزراء. فبالتالي هو التمويل هو مجرد جزء، او هو يعني جزء من صوره اكبر هدفها فرض يعني فرض واقع جديد، محاوله فرض واقع جديد، وان يتم اعاده تصدير صوره ان مصر داخله في حاله فوضى، وده اللي ممكن ينعكس على الاستثمارات اللي هي القادمه لمصر. واللي فعلا احنا شفنا مصر في الفتره الاخيره او الكام سنه الاخيره حققت مستويات عاليه جدا في على مستوى التنميه الاقتصاديه وعلى مستوى الاستثمار،
وده اللي المحور القطري والتركي بيحاول يضربه باي شكل من الاشكال، سواء عن طريق ان هو اشاعه الفوضى في الداخل او اشاعه شائعات. يعني حتى لما نيجي نشوف هنلاقي ان المحور بتاع قطر والدوحه ومحمد علي والاخوان كلهم ماسكين او متمسكين بالفكره بتاعت فرض الشائعات، سواء بداعي او بدون داعي. اشكرك شكرا جزيلا استاذ صلاح وهبه الباحث السياسي.